السلام عليكم. طيب معليش، أول حاجة آسف جدا على التأخير. قبل ما نمشي لقدام عايز، طيب ننتظر نشوف الناس. عايز أشوف الناس معانا، في ناس حاضرين ولا لسه؟ وإذا في ناس جو، الصوت كيف؟ هل الصوت واضح؟ ما واضح؟ طيب أنا حواصل وبعد ذاك الناس تخش، يعني تجوين من النص وكذا. لو الناس اللي بتجي، يعني لو في مشكلة في الصوت ولا كذا تنبهني طوالي عشان أجيف. أنا داير أتكلم على جزئيتين، بالنسبة لعموما الزول يجي من برا ويجي to get a training number هنا UK. فداير أتكلم في الجزء الأول عن انك انت how to get a training number، يعني عموما في الجنرال ميديكال سبيشال، في الميديكال سبيشاليتيز regardless of يا تو سبيشاليتي particularly. والجزء الثاني حيكون عن الانفكشوس ديسيزز والميديكال مايكروبيولوجي as one of the sub specialties في الانترنال ميديسين. طيب اول حاجه بالنسبه لل انك انت تجي من برا وكذا، طبعا في الجزء الاول اللي هو بتاع الجي ام سي ستيشن، ده اي بليف انه نحنا يعني في ناس تانية حتتكلم فيه، او في زول تاني اوريدي يتكلم فيه، فما حنتكلم فيه. انك انت لازم يكون عندك جي ام سي ريجستريشن ريجاردلس اوف عملت الجي ام سي ريجستريشن، عملته ب باكزيمشن مثلا ممبر شيبس، او عملته ستريت اواي ببلابس، او عملته المهم يعني بطريقة ما قدرت تعمل جي ام سي وسجلت نفسك as a license to practice. انا ده احكي التجربة بتاعتي انا particularly عشان اوريكم يعني ثرو اوت انا اتعلمت كيف. في انت عشان تو جيت ا تريننج نمبر، الحاجه دي ممكن يعني تو ستارت ويز تبدا بكل بالسبيشاليتي اوف انترست بالنسبه ليك اللي انت داير تتخصص فيها، او الحاجه اللي داير تعملها. تقرا الاوفيشال ويب بيج بتاعتها، يعني ذاتها تمشي محل تمشي محل الناس الكوره، تمشي محل تمشي محل الويب بيج بتاع الحاجه اللي انت داير تقراها وتقرا كلامه. وانا بديت كده، لا ما سمعت كلام الناس. عموما الناس كانت محبطه، يعني من قبل انا من بديت افكر انا امشي يو كي دي، انا قاعد لسه في السودان هناك، فكرت انه انا داير امشي انجلترا. ف بديت اقرا اول حاجه انه كيف اعمل جي ام سي ريجستريشن، وبديت اقرا انه انا طبعا انت ما داير الزول ما داير يمشي في حته يستكه في سيرف في سيرفيس جوب، بس داير يمشي وداير يتاكد انه في يعني في واي فورورد. فبديت اقرا عن انه هاو تو جيت ا تريننج نمبر وكده. والحاجه اللي قريتها يعني ما في استحاله، يعني الكلام اللي كنت بقراه كله كان كلام يعني انه الحاجه دي ممكن ادوبل. تكلم يعني في ارقام، بيتكلم لك عن الكومبيتيشن ريشيو، المهم حياتي انا بالنسبه لي الوقت ده كانت كبيره ما قدرت افهمها، لكن بيتكلم عن انها حاجه يعني بتتعمل، ما حاجه مستحيله. ف واصلت في الموضوع ده، وبعد ذاك انه انا قمت سافرتها وبراي كده ضربتها، لقيت انه يا اخي اذا اصلا موضوع امتحان وصرف قروش صرف قروش وسفر سفر، انا بدل يا اخي امتحن بلاب واجي اعمل الهنا، انا امتحن الممبر شيب اضرب عصفورين بحجر واحد، منها اكون قطعت شوط في السبيشاليتي اللي انا داير اعملها، ومنها الحاجه الثانيه يعني فت قصه الاكزيمشن دي. فعلا امتحنت الممبر شيب نجحت الحمد لله، وعملت الايلس بعدها طوالي اتوفقت، وسجلت في الجي ام سي. الجي ام سي ذاتهم اخذوا لهم جرجره بسيطه كده معاي، لكن عديتها.
المهم بقيت مسجل في GMC، بقيت انه انا اجي. انا زول يعني شويه كده عنيد، فكنت مفكر انه قريت الكلام بتاعهم، يعني قريت اللي هي بديت افتش يعني شنو اس تي 3، يعني تخش من وين، وهم بدوا يعملوا الران ثرو، يا دوب هم بدوا يعني يقللوا قصه اللوكال ابوينتمنتس فور تريننج، اللات نمبرز دي، والقصه انك تعملها كل حته من بلد دي بدوا يقللوها، وبدوا يعملوا التريننج بتاعهم كله يكون ران ثرو، دارين يحاكوا الامريكان، دارين يحاكوا العالم يعني العادي كله. فقاموا في الحته دي، سوري جست البتري. قاموا قرروا انهم هم يعني يعملوا القصص دي كلها. بديت اقرا، قريت يعني انه انا داير اعمل ميديسين، وصراحه مش كنت بقرا بس يعني بسال الناس اللي هنا، في شباب كانوا اوريدي تقدموا جو هنا قدامنا، بسال بتلقى ناس بيدوك، يعني في ناس مثلا بعيدين من السبيشالتي ما بيقدروا يدوك الكلام النجيض، وفي ناس يكون في نفس الليفل بتاعك بيوريك انه هو ذاته بيحاول بيعمل في شنو وانت تحاول. لما قريت كل الجايدز ما لقيت انه في حاجه بتقول انك انت ما ممكن تجي من برا انجلترا وانت ما تكون عامل كور ميديكال تريننج عندهم، بتمنعك من انك انت تخش التريننج، ما في حاجه عديل قالت لا ما ممكنه. فبديت هل في طريقه انها ممكنه، بديت انا اشوف انه انا لو داير اخش سبيشاليتي تريننج دايركتلي محتاج اعمل شنو. فلقيت انه انت محتاج تكون طبعا عامل الفاونديشن او اكويفالنت، هم ظريفين دائما بيقول لك الحاجه او استثناء، بيوريك طريقه الاستثناء دي كيف، وانك تكون بعد داك عامل كور ميديكال تريننج او اكويفالنت ليه، ولازم تكون خلصت بنهايه الكور ميديكال تريننج بتاعتك، تكون حاجه بيسموها هم الكور تريننج كومبيتنسيز. الناس اللي قاعدين هنا طبعا في يوكي كلهم بيعرفوها، والناس اللي ما قاعدين في يوكي ما بيعرفوها، اللي هي سيت اوف سكيلز انك المفروض بنهايه السنتين اللي عملت فيها روتيشن في الميديكال سبيشاليتيز تكون يو جين سيت اوف كلينيكال يعني سكيلز معينه كده ده، وعندك شهاده بالحاجه دي، والحاجه دي متوجه بامتحان بتاع نولج بيز اللي هو الام ار سي بي، في تكون تيستد النولج بتاعتك ويكون تيستد الكلينيكال اكزامينيشن سكيلز بتاعتك كده خلاص عندك بيدوك الورقه اللي اسمها السي ام تي، الكور ميديكال كومبيت، كور ميديكال تريننج كومبيتنسي. طيب انا ما عندي الورقه، ما عندي الكور تريننج، انا ما عملت كور تريننج في السعوديه، حتى في السعوديه ما كنت زول قاعد في ما كنت زول قاعد، يعني ما كنت في تريننج جوب في السعوديه، كنت شغال في سيرفيس، وفي السيرفيس ذاته كنت شغال في برايفت هوسبيتال، ما كنت شغال في مستشفى حكومي. لكن المستشفى اللي كنت في شغال فيه كويس، يعني كان بيجوا دائما كونسلتنت من يو كي وفي جميع السبيشاليتيز، وكلهم يعني افادوني كثير، يعني بتكلم معاهم كانوا بيدوني نصايح امشي بتلقى فرص، يعني الكلام كان بوزيتيف كله. فبديت انه انا داير مشيت جبت الكورت الكومبتنسيز الترناتيف سيرتيفيكيت اللي هم بسموها سيرتيفيكيت سي، انت ما عملت تريننج عندهم فبتمشي تجيب ورقه بتعمل لها داونلود من الويب سايت اللي هو الاس تي 3 ريكروتمنت، وفيها السيت اوف سكيلز دي كاتبين، حتى غيروها، انا اول مره بديت عملتها كان فيها 40 سيت اوف سكيل، وبقول لك لازم يوقع لك كونسلتنت، لازم تكون اشتغلت معاه، ولازم يكون شافك بتعمل الحاجات دي كلها. انت كانت مصعبه، بعد فتره غيروها، بعد سنه قللوها من 40 اظنهم عملوها 30، وفي ال 30 ذاتهم يتهاونوا، يعني بدوا يقولوا انه والله في يا اخي في حاجات هم عارفين الناس ما بالضروره، يعني انت ما ممكن تكون ما عملت دي في بريليشن عديل مثلا، ولا ما تكون ركبته يعني بيسنج، ما عملت بيسنج لعيان، الحاجات دي موجوده، لكن لو عندك النولج الكفايه وعملت كورس بيشهد بانك عندك الحاجات دي فايتس اوكي، الكونسلتنت ممكن يوقع عليك. انا داير اقول ان الناس ما تيأس، يعني ال 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 الشهاده دي ذات الكونسلتنس ما ممكن ما كلهم يرضوا يوقعوها لك، يقول لك ممكن يقول لك والله يا انسان ما هم بقول لك يا اخي لو في كونسلتنت، يعني انت زادك عشان تقنع الكونسلتنت يوقع عليك، لو في كونسلتنت شافك بتعمل الحاجه دي يوقع عليك، اشتغلت معه 3 شهور يا اخي، لو الكونسلتنت ده ما شافك انت بتعملها لكن it came to his knowledge من كونسلتنت تاني انك انت عندك السكيل دي يوقع عليك، ما في مشكله، هم ما عندهم مانع يا اخي، لو ما شافك او لو ما شاف لو ما كونسلتنت تاني كلمه،
لكن من الكومبيتنسيز بتاعتك، حاسه انك انت يعني بتعرف السكيل دي، او عملت كورس او قريت يعني اديت ايفيدنس انك اتعلمت فيها، فتقوم طوالي توقع يوقع لك الشهاده دي. فعشان انت تبرسو يعني، لو كونسلتنت واحد ما رضى يوقع لك كلها، ممكن يوقع لك سيت اوف سكيلز معينه وتمشي لكونسلتنت ثاني يوقع لك سيت اوف سكيلز الثانيه. فجبت الشهاده دي وجبتها، وقررت انه انا اقدم ستريت ل ل ل ل من السعوديه طوالي، اقدم لتريننج بوزيشن في يو كي. واجي قدمتها وهاف بين شورت ليستد، قدمتها لكل السبيشاليست الموجوده، وقريت الاليجابيلتي كرايتيريا بتاعتهم. الاليجابيلتي كرايتيريا دايما بيكون فيها الحاجات الاسينشال اللي هي ما عندك اي طريقه انك انت تو جيت الجوب دي من غير ما تكون عندك الحاجات دي، وفيها حاجات اللي هي الديزايربل بتفضلك في المنافسه على الناس التانيين لو عندك، ولو ما عندك ما بالضروري انك انت تفقد الجوب، لكن يفضل انها تكون عندك. انا الحاجات الاسينشال في كل الميديكال معلش اسفين للخطأ التقني. الحاجات الاسينشال في الميديكال عشان تقدم لميديكال سبيشاليتي تريننج، لازم يكون عندك الام ار سي بي. ما عندك حل من غير ام ار سي بي، ما عندك حل من غير الجي ام سي ريجستريشن. يلا الايلس فيو ملف يعني، انت ممكن طبعا انت ايديلي لو عامل الجي ام سي المفروض تكون عندك ايلس. لو انت عملت الايلس والايلس بتاعك انتهى، طبعا بيقول لك الايلس الفاليد بتاعته سنتين، ما بالضروره تمشي تمتحن ايلس تاني. ممكن يعني الناس اللي مثلا قروا الجامعات بتاعاتهم باللغه الانجليزيه، تمشي للجامعه بتاعتك تطلع لك شهاده انك انت دراستك في الجامعه كانت انا شخصيا استعدت على موضوع الايلس لما جيت قدمت للتريننج بالورقه دي، الايلس بتاعي كان اوريدي انتهى. فعندي ورقه مطلعه من زمن شخته لما كنا في الجامعه اول ما تخرجنا، انه نحن دراستنا كانت بالانجليزي، فجبتها وقدمتها وجبلوها لي طوالي يعني، ما عطلتني. فدي دي الحاجات، والاي ال اس دي الحاجات الاساسيه ليترالي يعني. انت لو عند اي زول عنده الحاجات دي هو عنده تشانس انه تو جيت تريننج نمبر ليترالي يعني، لو عندك الحاجات دي. الباقي ده يعني ما مستحيل، تيك بوكسز بسيطه حنجي نشوفها. الحاجات الثانيه المهمه عشان تو جيت شورت ليستد يعني ما يكون عنده مشكله معاك، عايزينك تكون قدمت ليكشر، او الليكشر ده يا جماعه والله العظيم ما الا تكون قدمت ليكشر في مؤتمر عالمي ولا حاجه زي. يا اخي انا جبت انه انا قدمت ليكشر في الهوسبيتال بتاعتنا، الحاجه دي هم قبلوها. فاي لوكال، المهم الفكره انك انت زول عندك البرزنتيشن سكيلز، هم زي ويل تست الحاجه دي في الانترفيو ذاتها، ما بشوفوك انت بتتكلم كيف، خايف ما خايف، كبكابه ما كبكابه يعني، الحاجه دي ويل بي تيستد اون ذا انترفيو، فدونت وري اباوت ات. ما كان عندي اي بابليكيشن، ما عملت اي بابليكيشن قبل كده، ما يعني ولا بعرف البابليكيشن، بقراها ساي في المجلات. الحاجه الثانيه المهمه اللي هي الاوديت. الاوديت طبعا اسمه كده بيخاف، بيخوف وبيخلع، لكن انا متاكد افري ون اوف اس ات سم بوينت اوف هيز كارير عمل له اوديت بسيط. فنحن يا اخي المستشفى اللي كنا شغال فيها كان عندهم طوال الحركات بتاعت ال ما عارف المهم بيشغلونا سم هاو يعني كشغل جانبي. فعملنا اوديت بسيط اللي هو كنت انا بارتيسيبيتنج فيه، انه يعني اللي هو الناس هل انه يعني بيلتزموا بالهاند هايجين قبل ما يكشفوا العيان، ولا بيعملوا ستريلايزيشن، ولا حاجه بسيطه عملناها نحن في يوم واحد. اخذت ورقه انه نحن عملنا الحاجه دي ومشيت. That was my audit basically يعني. فجيب له تمام، بس بيتستوا من ورقه من الكونسلتنت انه الزول الفلاني ده عمل الحاجة الفلانية دي وكده. ف ف ف فنحن يعني شو يعني شارع عمل الحاجة دي والله وكده، فنحن يعني هابي وكان عندها جود افكت وكده. حتى هو كان يعني الكونسلتنت ذاته كان بيضحك لما انا قام قال لي عملت الاوديت في شنو، قلت له عملته في كده كده كده، قام قاعد يضحك قال لي هو الناس قاعدين يسووا يدينه ولا ما قاعدين يسووا، قلت له ما قاعدين يسووا يدينه، البرسنتج كانت ضعيفة جدا. قام قال لي did you re-audit them؟ قلت له ما I didn't re-audit them. قام قاعد يضحك قال لي ليه يعني؟ قلت له والله حسيت انه موضوع خسران يعني، انا كنت اونست بس ببساطه شديده يعني ما حاولت.
فقعد يضحك، قال لي والله فعلا الموضوع خسران مهما ضيعت زمن مع بيني وبينك ده. المهم يتونس شويه كده وعدى الموضوع، مشينا للجزء فدي حته الاوديت عدينا منها. عندهم حته ثالثه تريكي جدا وانا بقول مهمه، يعني قاعد احاول انبه ليها الشباب، اللي هي مساله الكوميتمنت تو سبيشاليتي. اي سبيشاليتي حتمشي ليها، حتمشي الرينال، حتمشي اندوكراين، حتمشي بتاع، هيسالوك من الكوميتمنت دي. الكوميتمنت دي ما الرغبه، ما انه انا بحب السبيشاليتي دي. والكوميتمنت نوت نيسيسري انك تكون اشتغلتها، ممكن تكون اشتغلت الحاجه 3 4 سنه لكن انت سم هاو دي الجوب اللي كانت افيلبل لك انت، ومعناه انت زول ما طموح، دي الجوب اللي لقيتها وتنبلوغ قعدت فيها وركلست فيها وخلاص. فالكوميتمنت حاجات انت عملتها ويلنجلي. الحاجات اللي هم بيركزوا فيها اول حاجه، اي جمعيه ولا سوسايتي بتاعت السبيشاليتي بتاعتك لازم تكون مشترك فيها، ويا حبذا لو حاجه لو فيها دفع بتاع قروش، فدي دي بتوري انك انت كوميتد للسبيشال، انك مستعد تدفع ورغم انك ما مجبور على الحاجه دي لكن يت مشيت طلعت قروش ودفعتها عشان تكون ممبر في السوسايتي ولا كده. فمثلا الناس اللي انفكشوس ديسيز ديل عندهم جمعيات كثيره جدا جدا، عندهم البريتش انفكشن اسوسيشن، دي الاساسيه البي اي اي، ودي الممبر شيب البيزك بتاعتها مجانيه. عندك البريتش اتش اي في ما عارف اسوسيشن، عندك الاتش اي اس الهيلث كير انفكشن سوسيتي، وعندك الاف اي اس فيدريشن اوف انفكشن سوسيتيز، عندك كميه من الحاجات الكثيره جدا. فانت لو داير تعمل انفكشوس ديزيز مثلا تمشي تكون ممبر في ديل. الحاجه الثانيه الكوميتمنت للسبيشاليتي، حبذا انك تمشي تحضر international conference related للسبيشاليتي بتاعتك، ما يكون حاجة عامة. كمان لو حضرت سنتين انت الاول، معناه انت زول مداوم وبتصرف ويعني الموضوع ده فعلا انت committed وانت interested فيه، وتمشي تحضر two different conferences في السبيشاليتي بتاعتك، انت الاول عديل. الحاجة الثالثة اللي you show commitment بيها واللي هي الاساسية، اللي هي حتة المجلات العلمية، حبذا لو اشتركت في مجلة علمية ريليتد للسبيشاليتي بتاعتك، وعديل بتجيب شفت تجيب الريسيت بتاع الاشتراك بتاعك ولا حاجة، انت كوميتد للسبيشاليتي دي كيف؟ والله انا كوميتد للسبيشاليتي دي، انا ممبر في البريتش انفكشن اسوسيشن، والله انا حضرت مثلا الاف اي اس بتاع 2015، والله انا مشترك في لانسيت انفكشوس ديزيز. ثلاثة حاجات دي خلاص انت طوال هو عمل تيك على الكوميتمنت سبيشاليتي. في حته رابعه انا بقول للناس اعملوها، يعني بنصح الشباب اللي بيسالوني دايما، اعمل اوديت ريليتد للسبيشاليتي بتاعتك. يعني انا الاوديت بتاعي كان في اللي هو الابايدنس بتاع الهوسبيتال ستاف للاسترلايزيشن، يعني للانفكشن كنترول بريكوشنز، فهي تكون اعمل اوديت ريليتد للسبيشاليتي بتاعتك، بتضرب بيه حجرين اللي هو الحجر بتاع الاوديت، وبتضرب بيه الحجر بتضرب بيه العصفور، تضرب بيه العصفور بتاع الاوديت، تضرب بيه العصفور بتاع الكوميتمنت، تقوم تجيبه في الكوميتمنت تاني تقول والله يا اخي انا عملت اوديت ريليتد للسبيشاليتي بتاعتي، فدي كانت الكوميتمنت بتاعتي، فانت عملت الاوديت بتاع دي. يا جماعه الحاجه الاساسيه والله العظيم ما امشي اعمل الحاجات الزي دي ناو في عصفورين، شكرا يا نادر. تمشي تعمل الحاجات زي دي والله العظيم انا دي اللي عملتها، انا دي شخصيا ما عملت اكتر من كده. طيب قررت انه انا من السعوديه، نرجع لانه انا عملت شنو، انا قررت انه انا من السعوديه داير طوالي اتلف في تريننج نمبر، ركبته ومشيت قدمت الابلكيشن بتاعي، نفس الحاجات بتاعتي دي عندي اللي هو عامل الاوديت ده الفرماله بتاعتي دي، ومقدم ليكشر جعان كده في المستشفى بتاعتنا، عندي الماس سي بي بتاعتي، عندي خبرتي، عندي لساني اللي على عاده، ركبنا الطيارة مدوني المعاينات، قدمت 6 سبيشاليتيز، كل مسكت الفرص بتاعتي كلها استهلكتها، وقاموا نادوني قال لي تعال انت هاف بين شورت ليستد. مشيت المعاينة واحدة اللي هي بتاعت الانفكشوس ديزيز اللي هو الحاجة اللي احنا، وخشيت المعاينة، المعاينة 3 أجزاء، حاجة في الجزء الثاني بتاع الانفكشوس ديزيز ذاته، الجزء الأول خليه الجزء الثاني خليه، جيت الجزء الثالث اللي هو الجزء المهم ذاته اللي هو اللي بيسموه الإليجابيليتي ستيشن، اللي هو فتش ورقك ده كله ويعاينوا الإنجليزي بتاعك ويعاينوا الكور كومبتنسيز بتاعتك، عندك سيرتيفيكيت سي موقع عليك منو اشتغلت معاه وقدر شنو بيعرفك ما بيعرفك، القصص دي كلها. قام الناس ديل قاموا وصلوا معايا في الحتة، قالوا لي يا أخي أنت عندك خبرة بتعرف تشتغل في الـ NHS، يا أخي أنت شغلك زول كويس
وشكلك زول طموح وشكلك زول جادي، واوكي نحن ما عندنا مانع، لكن يا اخي انت اشتغلت في الانسيس قبل كده يا جماعه؟ والله انا ما اشتغلت في الانسيس. قام وقال لي يا اخي انت طيب، نحن ما عندنا مانع نشغلك، لكن يا اخي انفير ليك وانفير للتريننج ذاته للعيانين انه نجيبك تشومبلوك كده نخدك في تريننج نمبر، وانت زول ما اشتغلت في الانسيس ما عندك خبره فيها. يا اخي نحن الادفايس بتاعتنا انك انت تعال جيت سيرفيس جوب 6 شهور whatever، ابدا افهم ال NHS ذاتها بتشتغل كيف، والنكست تايم قدم في السبيشالتي تريننج. ويا اخي نحن احنا بنقول لك يا اخي انت بتلقى جوب، بتلقى تريننج نمبر، تمام الكلام ده؟ قلت لهم خير. وفعلا انا كنت نوت ابوينتبل، اللي هم ديسيشن لازم يعملوا، ديسيشن انك انت ابوينتبل. بعد ده بتخش في الكومبيتيشن بتاع البريفرنسينج على حسب السكور بتاعك، رغبتك شنو؟ جبت سكور عالي رغبتك الاولى بتمشيها، ما سكورك قليل تنتظر الناس شايلين رغباتهم، جميع سكور عالي كلهم ياخذوا المناطق، انت بعد ذاك تمشي رغبتك. فانا كنت ديم نوت ابوينت، لانه انا ما عندي انا شيس اكسبيرينس، ما لانه انا نوت اليجيبل. الكلام ده كان شهر 10 2004، انا ما ضيعت وقت طوالي، رجعت قررت انه انا حامشي اشتغل سيرفيس جوب في يو كي عشان توجين الاكسبيرينس بتاعت الان اس اس، واقوم اجي اقدم للتريننج. طوالي بديت اقدم عن طريق الوكالات، وكاله محترمه جدا جابوا لي النمبر، جابوا لي سكن، وظبط اموري كلها. عباره عن زول جيت من السعوديه مشيت السودان اجست وجيت راجع السعوديه ودخلت البلد ومشيت اشتغلت. الجوب اللي جابوه لي صراحه كانت مقسومه قسمين، ما مقسوم والله. الجوب جابوا لي جوب سنتين، جابوا لي جوب بتاع 9 شهور. انا ما كان نفسي، انا كنت شغال في السعوديه قبلها سنتين ريجسترار، كانت حازه في نفسي انه انا زول اوريدي، يعني موضوع ال 6 شهور ده خطته لي سنتين، اجي تو تيك ستيب باك وارجع اشتغل 6 شهور. لكن لاي زول داير تو جيت تريننج نمبر، عشان انت هنا حتكون ريجسترار، وانت لو جاي من برا ماي ادفايس تيك اس اتش او جوب، تعال بتتعلم حاجات كتير جدا جدا جدا، عشان انت بعدين لما تبقى ريجسترار تعرف تدور الاس اتش او بتاعينك والهاوس اوفيسر ذات، تعرف تدورهم كيف. لما انت تكون اس اتش او في البلد وتدورت كويس بتعرف الحاجه دي احسن من لما تيجي ريجسترار من برا وانت ما عارف الحاجات دي. ناس المستشفى ذاتهم اللي اشتغلت معاهم بعد 6 شهور من شغلي كان في ريجسترار جوب فاضيه، اي ابلايد، طوالي اخذوني فيها لانه اوريدي كان عندي الممبرشيب، واشتغلت زي ما بقولوا شهرين فتح الراوند 2. لاحظوا انا برضو ما عندي جواز، جاي بتاير 2 عاديه بتاعت سيرفيس جنرال، فبضطر دائما انتظر راوند 2 كنت عشان اقدر اقدم فيه. انتظرت راوند 2 قدمت، المره دي قدمت 3 سبيشاليتيز، ما حبيت يعني اجازف، قدمت الانفكشوس ديزيز اللي اصلا انا بحبها وجاي داير اعملها، قدمت جرياتريك ميديسين لانه كنت شغال جرياتريك وحبيت انه انا امشي في حاجه انا ممكن يكون عندي فيها ريال تشانس، فكونه انا عندي خبره، عندي جرياتريك، خبره الجرياتريكس بقت في يو كي، واشتغلت كريجسترار بتاع جرياتريكس، واي نوت اقدم جرياتريكس واشوف. وقدمت حاجه اسمها كلينيكال فارماكولوجي وثيرابيوتكس، دي قدمتها بيزكلي لانه انا يعني في الجرياتريك اشتغلت جزء ستروك، يعني حسيت الستروك حاجة ممكن أنا أقعد فيها، فقررت إنه واي نوت يعني أشوف حاجة. فلقيت مداخل الستروك دي يا إما بتجيها من النيورولوجي، يا إما بتجيها من أكيوت ميديسين، يا إما بتجيها من الجرياتريكس، يا إما سبحان الله بتجيها من السي بي تي اللي هي كلينيكال فارماكولوجي. والسي بي تي برضه بتديك تشانس، بتديك تشتغل مع الفارماسيوتيكال كومبانيز، تتخصص هايبرتنشن، تتخصص هارت فيلير، يعني لسه برضه فيها أبواب جواها كتيرة فما بتتقفل. فقدمت الثلاثة حاجات ديل ومشيت الانترفيو بتاعاته. أول انترفيو كانت بتاعت الجرياتريك ميديسين، مشيت الجرياتريك ميديسين، طبعا فاهمين إنه الجرياتريك ده حاجة ما مرغوبة، والنمبرز بتاعته كانت كتيرة في الراوند 2، أظن في 60 نمبر السنة ديكي. فقلت يا أخي شكله ما الناس يعني البتاعة دي مضمونة، أنا حياخدونا. مشيت لقيت في قريب لقيت انجلترا كلها جايه راوند 2 في في الجيرياتريك ميديسين، لقيت ليك غيامه فندق في لندن، غيامه رابطه عندهم بدل البانيل اظنهم 4 ولا 5 بانيلات، وبيسالوك انت اسمك منو، لا انت تمشي البانيل في الحته الفلانيه ويلفوا بك حته تانية،
وتقعد it was يعني انا في اللحظه ديك يعني كنت شوك. خشيت في الجرياتريك صراحه لانه اشتغلت بقيت عارف التريكس في بتاعت الانترفيو ذاتها فقدرت. لما جات حته الاليجابيليتي قام المره دي قرروا انهم يا جماعه يحكوني في حته بتاعت اللي هي الالترناتيف سيرتيفيكيت سي بتاعتك. قال لي يا اخي الزول اللي اشتغلت معاه ده انا صراحه اشتغلت في يوكي ما مشيت لي واحد من الناس اللي اشتغلت معاهم في يوكي قلت له وقع لي شهاده تاني، اعتمدت على شهادتي الموقعه من السعوديه وعلى سنها فاليد والزول انا خلاص يعني اموري معاه مظبطه لو اتصلوا بيه، فما حبيت تاني ابدا حنك لي زول من الاول واقول له وقع علي وخش في القصص الطويله دي، خصوصا هنا الناس روتيتنج بسرعه. يعني انت الحق توطد علاقتك مع زول زي ما كنا في السعوديه الزول ده كان اشتغلت معاه 3 سنة بيعرفني كويس يعني. فقام سالني قال لي يا اخي انت طيب السيرتيفيكاسي بتاعتك دي اوكي في السعوديه وقع عليك لما جيت السنه اللي فاتت قدمت من السعوديه، ليه انت ناو ما مشيت لزول من يو كي عشان يوقع ليك الحاجه دي او يثبت لي انك انت عندك الكومبتنس دي؟ حسيت انه زي ما بقولوا كده بيطاعن فيني انك انت يعني ليه. قمت قلت له ببساطه شديده انه انا ما يعني في هنا الناس روتيتنج بسرعه متغيرين وانا الناس الزول اللي هناك ده اشتغلت معاه وانا اشتغلت، قام يعني قال لي يا اخي انت طيب ما يثبت لينا شنو انك انت في السعوديه او في بلدك او وات ايفر كنت ايديلي فعلا ريجسترار يعني مهم يعني في كان نوع من فانا كنت مسجل في الهيئه السعوديه هناك كنت اوريدي سجلت كريجستر. فدائما انبهكم اي زول مسجل في بلد مثلا في السودان انت عملت بورد سوداني جيب الورقة دي ما تقول ما بيعترفوا بها، والله العظيم الناس ديل يعني فيري سيمبل واي حاجة يعني مرات الايفيدنس بسيط هم بيقنعهم جدا. انت طوالي كنت شايلها معايا عندي شنطة كده بشيل فيها ورقة، طلعت عليه قلت له يا اخي هاك دي الورقة، فشالها وعاين ليها وقام فعلا انه الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وانه الزول ده نائب طبيب نائب هم بيقول لها او ترجمتها بالانجليزي مترجمينها سبيشالست انترنال ميديسين سبيشالست. فكان طوالي قال لي خلاص شال بعين في قدامي في الورقه شاله في قصه النادي عمل التيك عمل الصح وفي كل الناس الكتار ديل هو ذا بوينت نمره 9 كنت الرانك بتاعي نمره 9 في انجلترا في يو كي كلهم بيوروك الرانكينج هم في الاوريال سيستم بعدين، فكان الرانك بتاعي نمره 9 في الجرياتريك ميديسين واي جوت اللقبه الاولى بتاعتي كانت ويسكس اللي هي الحته اللي كنت شغال فيها ما ادوني فيها النمبر ادوني في الرغبه الثانيه بتاعتي كانت بيرمنغهام. فعملت ما جاءت النتيجه بتاعت ده مشيت السي بي تي. السي بي تي كان على العكس من هنا جايين الانترفيوز 3 بس نحن كنا 3 وفي 7 ولا 8 نمبرز. خشيت الانترفيو بتاعتهم هم ذاتهم الانترفيو كانت عباره عن ونسه ما سالوني في حاجه يعني سالوني سؤال عيان جاك ما عارف في هارت فيلير وشنو حتعمل له شنو حتدي اكسجين الاكسجين دواء ولا ما دواء عايز بريسكريبشن ما عايز بريسكريبشن حاجات كده لياقات بتاعت الناس الناس تيجي هنا بتعرفها ان الاكسجين ده دواء ويت هاز تو بي بريسكرايب في الشارت والقصص دي يعني. بعد ذاك ناس في ناس مفروض عن الريسيرش دخلتها سالوني دواء جديد طالع لسه جديد شنو في دواء كان اسمه ال سي زد المهم كنت ما عارف سمعت به وسمعت به ما سمعت به ونسه ليترالي كانوا بيتونسوا يعني. خشيت الاليجابيليتي اجين نفس سبحان الله نفس الحركه العمل لي بتاع الهناي انه في 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 السعوديه وما في السعوديه. فحسيت المره دي انه الشهاده بتاعت التسجيل بتاعت السعوديه كريجسترار نفعتني، عشان كده لو انت في بلدك ولا في بلد تاني عندك الشهاده دي جيبها، لو ما عندك اي دونت ثينك انها بتوقفك لانه ناس الانفكشوس ديزيز ناسي ما سالوني منها زي ما حوريك يعني. فلو عندك جيبها اتس بلس ادون. وجيت ديل الناس ديل بتاعين السي بي تي ديل طلعت منهم المعاينه بتاعتهم كانت في دنبرا طلعت منهم سافرت ركبت الطياره ليترالي لما كنت وصلت ساوث هامبتون من ادنبرا لساوث هامبتون لما نزلت يعني انا طلعت من الفندق شلت شنطتي ومشيت المطار وركبت الطياره من ادنبرا وصلت ساوث هامبتون نزلت ركبت القطر لما وصلت بيتنا كانوا ادوني الاوفر كانوا رسلوا لي الاوفر بتاع النمبر اوريدي يعني مشيت ما هم يعني لانه فعلا 3 انفار they made a decision on the spot انه دايرين الناس ديل وذاتس ات ادوهم الاوفرز. اي ثينك انه الاثنين اللي معي حيكونوا ادوهم يعني لانه الاثنين اللي معي لما كنا بنتونس برا واحد فيهم جاي ببي اتش دي والثاني عنده ماجستير انا اكثر زول ضحلي فيهم يعني فديفنتلي يعني ما دام ادوني انا حيكونوا ادوا الاثنين ديلك. فعدوني النمبر عملت له هولد
تاني يوم منه، المعاينة دي كانت بعد أسبوع من الجرياتريكس. تاني يوم منها أو بعدها بشوية جاني الأوفر بتاع الجرياتريكس برضو، نمبر بتاع الجرياتريكس، نمبر الجرياس خليته تو اكسباير، مسكت السي بي تي وبقيت قاعد منتظر الاي دي. فده يا جماعه الجزء الاول بتاعنا من الـ من الـ هنا يعني انك انت يعني هاو تو جيت من برا، انك انت ركز مع يعني تو ريكاب زي ما بيقولوا تسمرايز، لازم يكون عندك ممبر شيب عشان تو ستارت البوست زي ما قال نادر، ما عشان يعني لو عندك بارت 1 وبارت 2 وعندك جيم سي ريجستريشن امشي انت اللي قبل، امشي 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 الانترفيوز، لكن يو ويل نوت بي ايبل تو ستارت البوست unless انك انت تجيب البيسز. انا بعرف ناس ادوه النمبر مشروط بانه هو يجيب البيسز، كان عندهم بارت 1 وبارت 2 مسجل، طبعا ناس شغالين هنا اوريدي يعني ببلاب، المهم تكون شغال، المهم ادوه يعني قبل ما يجيب البيسز. فانت عندك بارت 1 وبارت 2 جو فور ذا انترفيو. فالمهم عشان تستارت يعني النمبر عندك الام ار سي بي تكون مسجل في الجي ام سي، زي ما قلنا الانجليش لانجويج نوت في السبيشاليتي تريننج نوت نيسيسر لآلتس. لو انت قاري بالانجليزي اي بليف كل الناس اللي هنا دي قارين بالانجليزي، جيب ورقه من جامعتك انك انت قريت بالانجليزي، ذات ست يعني موضوع الانجليزي اتحسن. الاوديت اعمل لك ابسط اوديت في ما تعقد عليكم الله، انا بلبل يعني ناس عندي شباب سي 2 انا ام تراينج تو منتورينج ذم، يعني تو منتور ذم في موضوع السبيشاليتي تريننج ده. فالناس الشباب ديل يعني بيحاولوا يعملوا اوديتس، انا ما داير اقول جادة عشان تقول انا بقول لكم اعملوا اوديت ما جادة ما تفهموني غلط، لكن زي ما الاديوكيشن سوبرفايزر بتاعي قاعد يقول لي كيب ات سيمبل، كيب ات سيمبل يا جماعه. الاوديت ده ابسط حاجه، يعني مثلا انت داير اندوكراينولوجي امشي اعمل اوديت في انه البلود جلوكوز ليفل بتاع الانبيشنس يكون 1 فيجر اللي هو اقل من 10 ملي مول يعني، بس ما تشيل اي داتا تانية، بس يوم واحد امسك لك طلع لك 30 عيان، هل النازل الامبيشنس هل البلود جلوكوز بتاعهم قاعد يكون في الرينج ده ولا ما قاعد يكون في الرينج ده؟ والله العظيم ده اوديت بيخلص في اقل من ساعه، بس العيان الايج ميل فيميل لقط الداتا بتاعتك دي تجيبها تقعد فيها تاخدها في هنا، انت تاني يوم تعمل برزنتيشن في اللوكال ديبارتمنت بتاعتكم، انت عندك اوديت انت عندك برزنتيشن عندك كوميتمنت للسبيشاليتي، لانك ربطت الثلاثه حاجات ديل مع بعض، عملت اوديت في السبيشاليتي بتاعتك وقدمته اخذت في البرزنتيشن. قلت هنا التيتشنج اكسبيرينس دي حاجه كلنا بيكون، انا عندي شباب الله يديهم العافيه يعني كنت شغال معاهم ناس الله يعني زول ما بيقدر لهم على اجازه، يعني زول ما يعني كنا بنشرح لهم بنحاول نساعدهم الممتحنين فيهم بيسز السايل تيتشنج اليومي ده هناي، كلهم ادونا فيدباكس، ادوني فيدباكس على تيتشنج شيله وامشي بيها معك، اعمل الفيدباك بروفورما براك، انا عملتها برا التيتشنج بروفورما فيدباك دي، ولما جيت مسافر يا شباب تعالوا انا مش قادر اشرح لكم، هاي كنت قاعد اشرح لين عليكم والله تعالوا وقعوا لي، والله العظيم كلهم تيتشنج فيدباك الزول ده كان بيشرح لنا وكان كويس، وتدي كم من واحد لخمسه ادي خمسه، اعمل الحاجات دي براك. ف انت بتلقى نمبرز، فدي الجزء الثاني نجيكم في انا طيب الناس تسال اسئله، انا في الاخير بجي راجع للاسئله يعني بعد ما اخلص البدايه دي بجي راجع لكم بجي راجع للاسئله دي كلها واجاوب عليها. فنمشي للجزء الثاني بتاع الانفكشوس ديزيز. ليه انفكشوس ديزيز يعني الانفكشوس ديزيز ده مناسب لمنه؟ انا صراحه يعني اشتغلت اول ما بديت اتخرجت وقررت انه انا داير اعمل ميديسين من بدري كده في الامتياز، قررت انه انا الحاجات هذه كلها سيري شنو ما نفعت معي داير اعمل ميديسين، بحب الجنرال ميديسين، اشتغلت الجنرال ميديسين، بعد ذاك اشتغلت في احمد قاسم في السودان كارديولوجي سنه وزهقت منها وشاكلت معاه وحريت والسودان والفلس والقصص دي، وسافرت السعوديه كنت مرزق في السعوديه، اشتغلت في حته اشتغلت في حته يعني It's a private hospital لكن كان private hospital كويس ومودرن يعني بيحاولوا يعملوا حاجات كويسة طوالي، وبقيت أشتغل في يعني كانت الوحدة كبيرة بتاع general medicine لكن عندنا facilities كويسة وعندنا consultants يعني من كل أنحاء العالم، أنا اشتغلت مع ناس جايين من السعود من البورد العربي من الأردن من السودان من مصر، زول جاي من تونس، اشتغلت مع زول جزائري، اشتغلت مع ناس جايين من فرنسا، ناس جايين من إسبانيا، اشتغلت مع زول جاي من طبعا يوكي وامريكا بالكوم، اشتغلت مع ناس كندا ونيوزيلندا واستراليا، فاشتغلت مع كل الناس ديل ديفرنت سبيشاليتيز وكلنا كان عندنا بول بتاع جنرال ميديسين واحد. انا اي فيلت انه انا ما داير تو كورنر ماي سيلف في سبيشاليتي معينه، ما داير اقعد اكون بقصطر بس مثلا بتاع قلب، ولا داير اقعد اكون بغسل مع احترامنا للناس
اشتغلت في سليمان الحبيب يا احمد، في سليمان الحبيب في الرياض الريان، وانا كنت قديم في سليمان الحبيب قبل ما يفتحوا المستشفيات، لما كانوا بولي كلينيك بس في العليا اشتغلت عندهم، وبعد ذاك لما فتحوا الريان ده كنت من اول الدكاتره اللي اشتغلوا في الريان، يعني ما في قدامي زول تقريبا. وقعدت في الريان ده فتره طويله، وكنت كنت الجونيور كوردينيتور بتاع الميديكال بتاع الانترنال ميديسن. فحسيت انه انا ما داير تو كورنر ماي سيلف في سبيشاليتي معينه، يعني اي ريلي انجويد افري بيت اوف ليترالي والله. اشتغلت مع ناس لما نكون مثلا احنا كنا بنقسم بعض مع السبيشاليتيز، لما كنت بشتغل مع مثلا ناس الكدني بكون مبسوط جدا والله، بكون سعيد يعني، بشوف العيانين والله انفكشنز والسبسيز والاي كي اي والسي كي دي والهايبر كاليميا والقصص دي كلها عجبتني. سوري يا جماعه معليش النت شويه كده حصل فيه هنا ناس ناس الجاسترو الاندوسكوبيز، مشيت كنت بحضر معاهم اندوسكوبي كولونوسكوبي عجبتني، لكن انا ما كنت بروسيجر اورينتد زول، يعني بيعجبني الكلام ده الهستري يعني له. فكنت زول تيبيكال بتاع انترنال ميديسين يعني جنرال انترنال ميديسين، لكن ما يعني ما بخاف من الكتاس، ما بخاف من من الارست والقصص دي، يعني بشتغل. طبعا اتزوجت فبقت قصة انه كمان اللايف ستايل في بالي، ما داير اشتغل لي في حاجة يعني. شفت مثلا الكارديولوجيست انا اكون شغال نايت صحي بالليل اقوم اجيبه لك يا زول البرايمري بي سي اي، قصة مزعجة يا اخ، والزول كبير يعني يجيك عيونه مدفنة وزهجان واخلاقه في نخرته. ما حسيت انه انا داير اعمل نفس القصة ناس الجي اي يعني. فانا حسيت انه انا داير حاجة تكون مادة في كل مكان فيها التشالنج، المايند تشالنج بتاع انه تفكر وات از ذس وتو انفستيجيت وتقعد تباريها. فصراحه عجبتني الانفكشوس ديزيز دي، حسيت انه انا لسه يعني قاعد مع ناس الرينال في قصصهم دي كلها، وقاعد مع ناس الجاسترو برضه في قصصهم، وقاعد افري وير في اي مع ناس التشست طبعا اساسي اليوم كله مع ناس التشست، لدرجه انه هسه انا روتيتنج مع ناس التشست. فديس از واي اي تشوز الانفكشوس ديزيز. فأي زول بيحب الجنرال ميديسين داير لايف ستايل موزون ما فيه كتاس، انكولاتك بتكون من البيت ما في انكولات من المستشفى، لأنه يعني بيضربوا ليك بتدي الادفايس وبتاع الجنرال ميديسين المسكين الجنرال ميديكال ريجسترار ولا واتيفر يتوكح بالعيان، وانت لو كده زول ظريف تقوم تاني يوم ممكن تمشي تشوف العيان. الشغل هنا في يو كي كيف السبيشاليتي بتاعت الانفكشوس ديزيز في يو كي هنا دايما كوبلت مع حاجه تانية، ففي اربع حاجات، يا اما في انفكشوس ديزيز مع جنرال انترنال ميديسين، يا اما في انفكشوس ديزيز مع ميديكال مايكروبيولوجي، في اي دي مع فيرولوجي، وفي اي دي مع تروبيكال ميديسين. فانت بتاخد ديوال سيرتيفيكيت اوف تريننج في الحاجتين ديل، في مثلا الجي اي ام ترتيب خالص بالظبط كده، تاخد السيرتيفيكيت في الحاجتين ديل يعني. انا النمبر بتاعي اي دي وميديكال مايكروبيولوجي، انا قدمت اي دي وتروبيكال ميديسين. لما مشيت المعاينه فيها ثلاثة اجزاء، فيها الجزء الاول اللي هو سيناريو، بيديك كلينيكال سيناريو. الكلينيكال سيناريو بتاع المعاينه بيكون تريكي يعني، فيه شنو دايرين يصفوا بيه ناس ودايرين يعرفوا الزول الانفكشن اورينتد من الزول بس جنرال ميديكال ساي او الزول الاهالي يعني قشطه اوكي. فبكون فيه تريكاي خفيفه كده، فانت يعني ما الزمن بتاع المعاين بتاع الاستيشن الواحده 5 دقائق كله، التريك ما بتظهر لك في الاول يعني، في الاول بيكون الهنا ستريت فورورد، التريك بتظهر لك لقدام. فعشان كده حاول انك تمشي سريع معاهم في الجزء الاول والديفرنشال الاول ده، عشان تخش في الكومبليكيشنز اللي هي بتطلع لك منها التريك بتاعتك. فكان هنا السؤال بتاعي زول انت كفرنج النايت، زول تعب جاو فجأة يعني انكريز اوكسجين ريكويرمنت والحاجات دي، فانت حتعمل له شنو؟ طبعا اول شيء ديفرنشال بتاعك معرفة يو تي اي معناها القصص دي، ولحظة يعني هم طبعا دايرين لهم هوسبيتال نيومونيا، وفي الهوسبيتال كويرمونيا هتديها دواء
وعندك فكرة انه الهوسبيتال اكوير الموست كومن كتيريا بتكون منه، وتبدأ بأها بديت والعيان نوت امبروفينج ديتيريوريتنج، هتعمل شنو؟ ها عملت انت المفروض تبراك يعني، انت يو جايد عملت سي تي والله، عملت جيس اكس ري تشيس والله فيها زي كونسوليديشن كده، ما هنا انت بتفكر شنو؟ والله لا انا بفكر يمكن حصل امبايما امبايمنت ترانسفورميشن، هاكد الموضوع ده كيف؟ والله احاول اعمل التراساوند، لو انا بعرف اعمل التراساوند، لو ما عندي طريقه اكسس للتراساوند اعمل سي تي. المهم انك انت تمشي، لانه في حاجه كده هيدن دارين نشوفه وصلوا معاك.